في القدس المحتلة دانا أبو شمسية مراسلة القاهرة الإخبارية معنا مباشرة في هذه اللحظة. أحييك دانا. نتحدث معك والإعلام الإسرائيلي يتحدث أولا في الناحية السياسية على أن نتنياهو يبحث مساء اليوم ما يتعلق بالملف الإيراني، وفي نفس الوقت أيضا من خلال مشاورات أمنية طبعا، وأيضا يبحث صفقة التبادل. ماذا عن هذه النقطة في الناحية السياسية قبل أن ننتقل إلى الناحية الميدانية والصواريخ التي تطلق على إسرائيل؟ بالفعل وسائل إعلام إسرائيلية كانت قد تحدثت أن بنيامين نتنياهو يعقد مساء اليوم مشاورات أمنية لمباحثة تداعيات الهجوم الإسرائيلي الأخير على إيران، وخاصة أن كان هنالك انتقادات لاسعة وواسعة من الشارع الإسرائيلي وعلى رأسها من المعارضة الإسرائيلية التي وصفت هذا الرد الإسرائيلي بأنه ضعيف. لذلك حاول بنيامين نتنياهو خلال كل خطاباته ومقاطع الفيديو منذ لحظة تنفيذ إسرائيل لهذا الهجوم الأخير على إيران تبرير هذه الضربة والقول بأنه استهدف منصات إطلاق صواريخ باليستية كانت موجهة لإطلاقها إلى الأراضي المحتلة، وكذلك حال قال بأنه يتم الآن لربما الصعوبة في إعادة بناء القدرات العسكرية لإيران، وخاصة بأنه استهدف مناطق عسكرية حساسة. لذلك تبعيات هذا الموضوع، ولا سيما نستطيع الربط ما جرى أمس، اجتماع الحكومة الإسرائيلي الذي يعقد كل اثنين من كل أسبوع اعتدنا عليه أن يكون في مقر الحكومة الإسرائيلي في القدس المحتلة، ولكن بسبب التحذيرات الأمنية من محاولة اغتيال كبار السلطة في الحكومة الإسرائيلية تم تغيير موقع إجراء هذا الاجتماع الأسبوعي، وحتى لم يتم إعلام الوزراء المشاركين في مثل هكذا اجتماع إلا قبل لحظات أو دقائق من مكان انعقاد هذه الجلسة، خوفا من أن يكون هنالك استهداف لكبار السلطة والساسة الإسرائيليين، وخاصة بعد محاولة اغتيال بنيامين نتنياهو في المسيرة التي وصلت إلى قيصاريا. أي أن هنالك تخوفات إسرائيلية من أن يكون هنالك رد إيراني على الرد الإسرائيلي الأخير، وخاصة أن كل التصريحات الصادرة من الجانب الإيراني تقول بأن لإيران حق الدفاع عن نفسها. لذلك نعم. لربما تأتي هذه المشاورات الأمنية في ظل بحث هذه التداعيات، وكذلك الحال الحديث عن المفاوضات أو الهدنة، وخاصة أمس كان هنالك تسريبات في وسائل إعلام إسرائيلية لمكالمة هاتفية أجراها بنيامين نتنياهو، كان يتحدث مع أعضاء من الليكود الذي يترأسه ويقول بأنه يبحث عن صفقات جزئية لإتمام الصفقة، وحتى وإن عرض عليه بأن يكون هنالك إفراج عن محتجزين مقابل أسرى فلسطينيين أمنيين لمدة زمنية مؤقتة ولربما الحديث فقط عن 48 ساعة لكان قد وافق عليها، وخاصة أن هنالك وفد إسرائيلي ما زال يتواجد في العاصمة القطرية لبحث أطر تفاهم جديد قد تفضي إلى التواصل إلى هذه المفاوضات، ولربما أيضا بعدما عاد رئيس الموساد من الدوحة لإطلاع الجانب السياسي على مجريات وتطورات الأمور هناك، وخاصة أن بنيامين نتنياهو يحاول الترويج أن بعد اغتيال أو بعد استشهاد السنوار أصبح من الممكن اليوم الحديث عن تنازلات قد تقدمها فصائل المقاومة الفلسطينية، والذي كان يصور طوال الوقت بأن سنوار هو العقبة أمام تحقيق هذه الهدنة. لكن ماذا عن التعنت دانا الذي دائما ما يبديه نتنياهو عندما يتم الحديث كما نعلم عن أي مسار المفاوضات؟ هل يمكن أن يظهر برغم الحديث على أنه في مساء اليوم سوف يتم مشاورات أمنية، إجراء مشاورات أمنية لحكومة الطوارئ أو حكومة الحرب بشأن ملف التسوية أو المفاوضات؟ لربما الشارع الإسرائيلي ثار وعاد إلى الواجهة من جديد، وتحديدا في مدينة القدس التي كانت التظاهرات في آخر الأسابيع مقتصرة على تل أبيب، لأنه يوجد انعدام ثقة واضح بين الشارع الإسرائيلي وبين الحكومة الإسرائيلية وبين بنيامين نتنياهو، خاصة أنه لا توضيحات نقلتها وسائل الإعلام الإسرائيلية عن التفويض الذي أعطاه بنيامين نتنياهو للوفد المفاوض الذي ذهب إلى الدوحة، أو حتى ما هي المساحة التي أعطيت لهذا الوفد المفاوض. هل هنالك مساحة لإبداء مقترح أو موقف إسرائيلي، أم أن الوفد المفاوض ذاهب فقط للاستماع للمقترحات التي تملى من الوساطات المصرية والقطرية وإملاءات من الإدارة الأمريكية؟ لذلك الشارع الإسرائيلي يقول أنه يمكن استغلال الإنجازات العسكرية على حد تعبيره، وهي اغتيال صفوف القادة الأولى في حزب الله والأمين العام لحزب الله نصر الله أو باستشهاد السنوار، والدفع في هذه الإنجازات العسكرية
لتحويلها إلى انفراجات سياسية فيما يتعلق في ملف المحتجزين. سريعا الانتاج الناحية الأمنية، صافرات الإنذار تدوي في أكثر من مكان وفي كل لحظة، يعني الآن عاجل تدوي في المطلة بعد استهداف جديد من حزب الله، ماذا عن هذه الاستهدافات المتكررة دانا؟ قبل هذه الرشقة الأخيرة والتي كنت أود أن أنوه إليها، صفارات الإنذار تدوي في عشرات المواقع في مستوطنات محاذية ومتاخمة للحدود مع جنوب لبنان. كان جيش الاحتلال الإسرائيلي قد اعترف برشقة صاروخية حملت 50 صاروخا كانت قد وجهت إلى الجليل الغربي، وكان قد سبقها فشل منظومة الدفاع الإسرائيلية في اعتراض مسيرتين الأولى صبيحة هذا اليوم في عسقلان والتي أطلقت من العراق وسقطت في منطقة مفتوحة، وكذلك الحال مسيرة أخرى كانت قد سقطت بالقرب من نهارية وتحديدا في محطة للقطارات. وقبل قليل كان هنالك إسقاطات صاروخية في ترشيحة وهي قرية عربية فلسطينية في داخل الجليل الغربي، وكان الإسعاف الإسرائيلي قد أعلن عن مقتل مصاب متأثرا بجراحة جراء فشل منظومة الدفاع الجوية في التصدي لهذه الرشقات الصاروخية. يبدو أن هنالك اليوم تصعيد في مدى هذه الرشقات الصاروخية والتي دوت لربما حتى الآن 4 مرات في أكثر من 100 موقع في الجولة الأخيرة. والمسيرات التي على إثرها تم تفعيل صفارات الإنذار، عادة الجبهة الداخلية تفعل صفارات الإنذار في عشرات المواقع، كذلك الحال الرشقة الأخيرة كنا نتحدث تقريبا عن 36 موقع كانت قد دوت فيها صفارات الإنذار تحذيرا وخشية من الرشقات الصاروخية التي انطلقت من جنوب لبنان. أشكرك في هذه التفاصيل واضحة دانا أبو شمسية، كنت معي فيها مباشرة من القدس المحتلة، شكرا لك دانا.